أبطال أكتوبر، أبطال النصر، أبطال الصمود والشموخ، ويستقبله كل من في المكان بتحية إعزاز وإكبار لصانع النصر ولصانع السلام، بينما تنطلق حمامات السلام في سماء هذا المكان. ويصعد الرئيس القائد الى المنصة الرئيسية وسط حفاوة ابناء شعبه البالغة، لكي تبدأ مراسم الاحتفال. سيداتي وسادتي، وأترك الميكروفون الآن لمعلقنا العسكري السيد اللواء رشدي حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله، من عنده النصر وبه التوفيق، وبآيات من ذكر الله الحكيم للقارئ الشيخ محمود علي البنا يبدأ احتفال القوات المسلحة بعيدها السابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم
صدق الله العظيم. الفاتحة. كلمة السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة السيد الفريق أحمد بدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات كان موعدكم وموعد مصر والأمة العربية مع معركة العزة والحرية والكرامة. تلك المعركة التي أحسن الإعداد لها وتنفيذها بأسلوب علمي أثار إعجاب وتقدير العالم كله، وأكد قدرة وكفاءة الإنسان المصري كمقاتل يعرف كيف ومتى وأين يقاتل دفاعا عن الحق والحرية والحياة. في مثل هذا اليوم من عام 1973 قالت مصر للعالم كله أن رصيدها من الصبر على استمرار العدوان قد نفذ، وأنها تخوض الحرب ليس باعتبارها هدفا أو غاية، بل كوسيلة حتمية وطريق وحيد آنذاك إلى رحاب الحرية والأمن والعزة. في مثل هذا اليوم أقمت يا سيادة الرئيس علامات مضيئة على طريق النصر المؤزر في تاريخنا الثري، ورفعت رأس الوطن والأمة، فالشكر لله على ما أنعم والحمد لله على ما أعطى وأفاض. إن حرب 6 أكتوبر المجيدة لم تقف عند حد تحقيق هدفها العسكري الاستراتيجي فحسب، لكنها بادرت إلى تحقيق هدفها السياسي الحضاري المتمثل في تحقيق السلام وإرساء دعائم الحق والحرية لكل شعوب المنطقة. وبالتوازي مع كل الجهود التي تبذلها مصر لاستكمال بناء السلام بحسم القضية الفلسطينية، تواصل القوات المسلحة تنفيذ مخططها لدعم كفاءتها القتالية وتطوير نفسها بما يتمشى ومتطلبات العصر إعدادا وتسليحا، مستفيدة بخبرة قتالها وبأحدث المفاهيم العلمية، مؤكدة لمسؤوليتها في أن تظل قوية صلبة تحمي الوطن وتردع أعدائه. وحرصا من القوات المسلحة على أن تستثمر الوقت والعصر لصالحها، فهي تواصل تنفيذ مخططها التدريبي الذي يكفل لها تحقيق كل التزاماتها التدريبية بصورة تبرز مهارة الرجال وتؤكد قدرتهم على التحمل والبذل، إلى جانب تجسيد مبادئ المعركة المشتركة الحديثة. ولأن القوات المسلحة في مصر ليست رجالا يحملون السلاح لكي يقاتلوا فيقتلون أو يقتلون فحسب، بل هم إلى جانب ذلك مواطنون يعيشون أمل الواقع وحلم المستقبل، فيخلصون في تقديم أسخى العطاء وأشرف البذل جهادا في سبيل الله والوطن، ومواجهة إيجابية فعالة للمشاكل التي تعاني منها جماهير الشعب،
بسبب التراكمات التي فرضتها ظروف الحرب واقتصادها كمشكلات الإسكان والمواصلات والغذاء وغيرها. وعملا بتوجيهاتكم يا سيادة الرئيس، وعرفانا بدور جماهير الشعب التي تساند قواتها المسلحة وتتلاحم معها في كل ظروف، فلسوف تواصل القوات المسلحة دورها في مجال البناء والتنمية، لتؤكد أن دورها في ظل السلام له ذات الأهمية والفاعلية كدورها في ظروف الحرب، إذ هي تستهدف بالحرب والسلام الحرية والأمن والمجد والوطن أرضا وإنسانا، كما أن إنجازاتها في مجال البناء الداخلي هو إضافة متوازية لمهامها القتالية وليست بديلا عنها. إن القوات المسلحة تدرك أن المرحلة الراهنة هي أكثر المراحل طلبا للعطاء والبذل، فهي مرحلة جهاد متصل ومتواصل، مرحلة تأمل بها مصر أن تجعل حاضرها أفضل من ماضيها ومستقبلها أزهى من حاضرها، مرحلة يشمخ فيها بناء السلام وتستقر خلالها أسباب العزة والحرية والأمن، مرحلة تؤكد فيها مصر أنها لا تهتز أمام عقبات تعترضها أو ضغوط توجه إليها، وأنها ستبقى أبدا البلد الحر الأمين الذي لا يتردد عن التضحية في سبيل المبدأ ولا يحيد عن طريق الحق والعدل والحرية. لقد أقسم كل رجال القوات المسلحة، رجال أكتوبر وما بعدهم، أن يبذلوا بسخاء وبروح وطنية صادقة دون أن يزهون أحد بما حقق وأحرز، ولا يكتفين أحد بما أدى وأنجز، فنضالنا قائم ومستمر ومهامنا واضحة جلية، السلاح في أيدينا والعزم في قلوبنا، وأمن الوطن وحريته أمانة في أعناقنا. هذا ما أقسمت عليه القوات المسلحة بقيادتكم، ولا سوف توفي بالعهد ولا تنكث به، وتبر بالقسم ولا تتنكر له، لتبقى راية الوطن عالية، ولتبقى الأمة العربية خير أمة أخرجت للناس. سيادة الرئيس، تحية لكم من القوات المسلحة في هذا اليوم المشهود 6 أكتوبر، الذي سيظل على مدى الزمن شهادة موثوقة ورمزا حيا متجددا، يؤكد بطولة مصر وينطق بعظمة تضحياتها في سبيل المبدأ والعقيدة. بكل الخشوع والعرفان أحيي في هذا اليوم الخالد أرواح أعز الرجال شهدائنا الأبرار، تتصدرها روح المغفور له المشير أحمد إسماعيل قائدنا العام في معركة النصر والعزة، وتحية متجددة إلى كل الجرحى والمصابين الذين بذلوا بسخاء في معركة الشرف والكرامة. وعهد من كل رجال القوات المسلحة العامرة قلوبهم بصدق نوايا والتجرد والانطلاق نحو الغايات، أن يواصلوا العمل والسهر في سبيل أمن الوطن وحريته ورفعته ومجده بقيادتكم الظافرة. والله يوفقكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أستأذنكم يا سيادة الرئيس في أن تتفضلوا بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الخالدين.